السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في ساعة حدث في حلقة نهاية الأسبوع. لعلكم متابعين وباهتمام لموضوع حوارات الكتل السياسية والقوى بشأن التحالفات للانتخابات المقبلة. هناك اجتماعات ولقاءات مهمة تعقد، هناك وساطات ما بين الشخصيات السياسية استعدادا للمرحلة المقبلة واستحقاقاتها ابتداء من مجالس المحافظات، ومن ثم ننتقل إلى الانتخابات العامة، لأنه احنا دائما انتخابات مجالس المحافظات ترسم بشكل أو بآخر ملامح الانتخابات العامة، لا سيما أنها قبلها وكذلك بيناتهم سنة أو أقل بالتأكيد، ولكن هي فترة جس النبض لتشكيل التحالفات ومعرفة ما يريده الآخر في السياق التفاوضي في توزيع الاستحقاقات، وكل واحد شنو حصته وكل واحد شنو نسبته، هذا طبيعي جدا. ولكن إلى حد كبير هناك جهة سياسية واحدة هي الأكثر وضوحاً في رسم ملامح مستقبلها وتحالفاتها، ألا هو ائتلاف دولة القانون. سوف أنقل لكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة وأكشف لكم عن طبيعة ما يجري في الصالونات السياسية من حوارات لمحاولة تشكيل جبهة سياسية تستعد لخوض الانتخابات المقبلة. هذه الجبهة تحقق الهدف الاستراتيجي لائتلاف دولة القانون الذي ينادي به منذ فترة طويلة بأن حل الأزمة العراقية يتمثل بحكومة أغلبية سياسية، وبالتالي هذا الحراك بقياداته بشخوصه المستهدفين سوف يؤدي إلى هذه النتيجة ويفرز معادلة أخرى تختلف عن هذه المعادلة القائمة، هي معادلات التوافقات السياسية. التوافقات هو ديدن المشهد السياسي منذ تشكله في عام 2004 بأن القرارات تصاغ بشكل توافقي ومن ثم نذهب إلى موضوع الأرقام والتصويت وإلى آخره، يعني تطبخ القضايا والتشريعات ومن ثم نلجأ إلى سياقها الشكلي المتعلق بالتصويت، ولكن قبلها أكو حديث عن مفاوضات وأكو حديث عن استحقاقات وأكو حديث عن تقاسمات ونسب لكل قوة سياسية في داخل الجبهة الواحدة أو في التحالفات مع الجبهات الأخرى. ولكن الأبرز هو ما يدور في حديث ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نور المالكي، حوار يدور بين ثلاثة أقطاب استعدادا لهذه المرحلة: رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الدكتور أياد علاوي نائب رئيس الجمهورية، والسيد نور المالكي نائب رئيس الجمهورية أيضا، يتحاورون لمرحلة مقبلة، يتحاورون لأجل تشكيل الأغلبية السياسية المرجوة والمنشودة كمشروع لائتلاف دولة القانون أو مشروع لحزب الدعوة وأمينه العام نوري المالكي. ملامح مثل هذا التحرك والتشكل لهذه الجبهة ستجدونه واضحا جدا في سياق جلسات مجلس النواب المقبلة، وسيرتفع الصوت الطائفي في محاولة لاستقطاب الأصوات وتحريك الشارع نحو الجبهة اللي هي تسوق نفسها أنها الجبهة الممثلة للمكون والمطالبة بحقوق المكون، لتتحول الأصوات إلى راديكالية باستمرار حتى موعد الانتخابات، حتى كل واحد يثبت للشارع مالته يقول أني
أني أداعي بالحقوق وأني أمثل المكون وأني حريص على مصلحة الأقلية ومصلحة الأغلبية. وراح نشوف واحدة من هذه الملامح في جلسة مجلس النواب هذا اليوم حينما صوت على أن تكون محافظة نينوى منطقة منكوبة. شنو ردود الأفعال؟ شنو ردود الأفعال على أن محافظة نينوى بأكملها، محافظة كلها، مو فقط سهل نينوى مثل ما انتقدنا البارحة، لا، محافظة نينوى بالكامل منطقة منكوبة، راح نشوف ردود فعل الكتل السياسية التي تدعي الوطنية على مثل هذا القرار. والبداية من حسن الشمري، الأستاذ حسن الشمري القيادي في حزب الفضيلة، وزير عدل سابق، يقول: نرفض اعتبار محافظة نينوى منطقة منكوبة ويصفها أنها قضية سياسية. شنو السياسي بالموضوع؟ منطقة منكوبة منهارة مدمرة، لا توجد فيها بنى تحتية ولا فوقية، مواطنيها مهجرين يريدون يرجعون إلى مؤسساتهم مهدمة، يريدون يرجعون إلى بيوتهم مهدمة، يريدون يرجعون إلى بعض ملامح الحياة وأسس الحياة في تلك المنطقة فيجدونها مهدمة. وين السياسي بالموضوع؟ منطقة منكوبة تأخذ استحقاقاتها ليعاد بنائها. هل الداعي الطائفي يقف وراء هذا التصريح؟ سؤال، أنا ما أعرف، أنا ما متأكد، لكن هل الداعي الطائفي، هل النفس الطائفي هو الحاضر في رفض اعتبار نينوى بأكملها منطقة منكوبة ونقتصر على منطقة واحدة لأنها فيها شبك مثلا؟ لماذا هذا التطرف؟ يعني التطرف شنو إلى داعي الآن في سياق محافظة هي مو يمك أصلا ولا هي من جمهورك؟ ولكن هو ربما أنا ما متأكد، ولكن الداعي الطائفي، ونخشى فعلا أن يكون الداعي الطائفي وراء هذا الموضوع وله يعني ارتدادات سياسية لأغراض انتخابية. طبعا مرتبط هذا التصريح بتصريح النائب حنين القدو اللي هو يمثل شبك نينوى، يقول على البرلمان التركيز على مظلومية مناطق سهل نينوى. بعدنا نتكلم بهذه اللهجة، لهجة المعارضة؟ يعني فعلا البلد لما يقولون يدار بعقلية المعارضة، لا، هي فعلا عقلية معارضة اللي كانت تتكلم قبل 2003 وتكلمت لحد انتخابات 2010، تتكلم بمظلومية وتتكلم بمظلومية، وهي تتكلم بذات النفس حتى هذه اللحظة. يعني شنو الموضوع اللي يخلي لا البرلمان يركز على مناطق سهل نينوى؟ يعني سهل نينوى مدمر وبقيت المناطق عامرة، سهل نينوى ما يقدرون يرجعوا لها نازحيها وبقيت المناطق رجعوا لها نازحيها ولقوا المي والكهرباء والمستشفيات والمدارس والبنوك والمحافظة وبقية المؤسسات حتى الناس تداوم، وهي كل المحافظة مدمرة وحدة. يعني هذا الكلام إذا كان ينطبق على البصرة راح نقول نفس التصريحات؟ ما أعرف، أنا أسأل، لكن يعني نفس السياق راح ينقال عن مثلا الناصرية، راح ينقال عن نينوى؟ فلذلك يعني هذه التصريحات هي تصريحات انتخابية مبكرة الناغي بها جمهور تلك المحافظات حتى نقول له أنا الطرف الحريص، أنا الطرف اللي أداعي بالحقوق، أنا الطرف المتطرف. واللعب على هذه الأصوات لا ندري إن كانت سوف تبقى على ذات المشهد. ننتقل الآن إلى، طبعا هذا الكلام كان في جلسة اليوم، جلسة مجلس النواب اللي أيضا ما تطرقت إلى مصير أبناء الطارمية وين صاروا، ولم تتطرق أيضا جلسة مجلس النواب إلى قضايا استراتيجية تتعلق بمصير ما بعد داعش. احنا وين رايحين في عراق ما بعد داعش؟
ولكن جيد بأنه تطرقنا إلى نينوى واعتبرنا نينوى منطقة منكوبة مع كل أصوات الرفض التي كانت مصاحبة. النائب موفق الربيعي عن دولة القانون يقول: ناقشنا في اجتماع دولة القانون إخراج المسؤولين الفاسدين والفاشلين وتبني أطروحة حكومة الأغلبية السياسية، ومن لا يتبناها يكونون معارضة في مجلس النواب، وتتشكل الحكومة من أغلبية سياسية للمكونات الثلاث. هي مكونات الثلاث لو الشخص الثلاث يعني ما يناقش في المجموعات الواتساب اللي بيها السياسيين، يتكلم عن مكونات ثلاث لو يتكلم عن شخص ثلاث: رئيس مجلس النواب ونواب رئيس الجمهورية الاثنين اللي بدأوا الآن يتحركون لتشكيل أغلبية سياسية من مجموع هؤلاء الثلاث. ولكن يعني ناقشنا في اجتماع إخراج المسؤولين الفاسدين، يعني لا زال إخراج المسؤولين الفاسدين يحتاج إلى مناقشة. يعني احنا يحتاج نناقش إخراج المسؤولين الفاسدين. من هم المسؤولون الفاسدون؟ وما هي آلية إخراجهم؟ خلينا نعرف المسؤول الفاسد، وكيف أفسد، وماذا نهب، وماذا سرق، حتى نتطرق إلى القضايا المقبلة. النائب فارس البريفكاني يقول: الأزمة السياسية القائمة وعدم حسم ملف الوزارات الأمنية وعدم وجود خطة استراتيجية أمنية لحماية العراقيين واستمرار هذه الخلافات السياسية أسهمت في تردي الوضع الأمني وكثرة وقوع التفجيرات. مثل هذا الكلام بهذا التشخيص المتعدد وتصريح المطاط، وين مثل هذه التصريحات على جلسات مجلس النواب؟ يعني أول جلسة مجلس النواب اللي صارت وراء سلسلة تفجيرات حصلت في العاصمة بغداد، قيل بأن هناك استجواب لرئيس الوزراء ولازم يجي يقعد قدام ممثلي الشعب حتى يسأل على مثل هذه التفجيرات، وما صار هذا الشيء في نهاية المطاف. النائب أحمد البدري أيضا من ما رصدناه في تصريحات اليوم: هناك صفقة سياسية وراء استبعاد الجعفري من قائمة الاستجوابات، مستغربا سكوت النائب عادل نوري صاحب الاستجواب حول رفع اسم الجعفري من قائمة الاستجوابات رغم جمعه التواقيع اللازمة لاستجواب وزير الخارجية. فعلا يعني اطلعنا على مواعيد الاستجواب ومن يستجب ومن وفي أي تاريخ، وسوف يكون هناك يعني مجموعة من جلسات نيابية المتعلقة بإقالة الوزراء بعد استجوابهم طبعا، ولكن فعلا أين وزير الخارجية إبراهيم الجعفري من الاستجواب رغم جمع التواقيع وكشف بعض الملفات وما تعرض له السيد عادل نوري من مخاطر؟ يعني اللي ذكر عادل نوري لقناة الفلوجة أن هناك مجموعة من المقتحمين الشقتة في داخل المنطقة الخضراء عبثوا بأوراق التحقيق وأوراق وملفات استجواب السيد الجعفري، خلاص يعني هذه مخرجاتها نؤجل استجواب الجعفري أو نلغي استجواب الجعفري. منذري شنو طبيعة الضغوطات السياسية التي تعرض لها النائب عادل نوري؟ لأنه يبدو، وهذا يعني تصور أو توقع، هناك شخوص في واجهة العملية السياسية خطوط حمر، يعني لا يستجوبون، لا يقالون، لا يحرجون أمام الرأي العام، ربما لأنه شخصية مثل السيد إبراهيم الجعفري مؤسس القيادي في التحالف الشيعي، له حضور، له علاقات، وزير خارجية، كان رئيس تحالف وطني، كان رئيس وزراء سابق، ممكن أنه في سياق الحالة العراقية ما ينبغي أن يستجوب، وهذا تصور يعني احنا ما متأكدين من عنده، ولكن لا بأس بأنه يناقش في وسائل الإعلام. نشوف تصريح حسين العوادي
قدمنا طلبا لاستجواب وزيري الزراعة والتربية لوجود ملفات تؤكد وجود قضايا فساد، مطالبا رئيس البرلمان بألا يضع العصي في دولاب الاستجواب. إذا صحت نوايا التحالف الذي ذكرناه بين رئيس البرلمان مع نواب رئيس الجمهورية، لن تجد في الاستجوابات مثلا وزير التربية، قد لا يكون جزء من حالة الاستجواب باعتبار أنه في كتلة رئيس البرلمان، ويعني واضح بأن هناك كتل سياسية ربما يعني بدأت تكشف، ولا سيما أن النائب من التيار الصدري كما نرى في الراية، ويعني وربما تكون هناك صفقة، يعني أرفع يعني لا تستجوب الجعفري وما أستجوب وزير الزراعة أو وزير التربية، ممكن جدا. نختم بتصريح النائبة ماجدة التميمي في اللجنة المالية: ضلوع مافيات خطيرة تتألف من سياسيين وأحزاب وميليشيات بعمليات فساد بمليارات الدولارات في المنافذ الحدودية، وأن مدير الجمارك يعرقل دخول الشاحنات وعليه. مو أول مرة راح أقول هذا الكلام. السيدة التميمي تتكلم مثل المواطن العادي. المواطن العادي طبيعي جدا يقول يعني هناك مافيات، هناك أحزاب مستولية، هناك أحزاب عندها أيادي في الصفقات، وكل هذا يعني هذا الكلام الناس تعرفه، الناس تفهمه. لما يتكلم النائب بهذه العموميات ماكو شيء جديد يتحدث به. اللي يميزه عن المواطن العادي بأنه ينبغي أن يتكلم بالتفاصيل وبشفافية. إذا ما تكلم النائب بالتفاصيل، بمعنى أنه يستخدم مثل هذه التصريحات كورقة تلميحية لتلك القوى بأنه أني أعرف شيء عليكم، أساومكم لو أكشف. الناس هيك تفكر، الناس هيك تفكر، تفكر يقول لك النائب إذا ما يكشف وما يتكلم بوضوح وبصراحة معناه يخليها ورقة تساومية، باشر عقبة عند شغلة يقول أنا صاحب فضل عليكم لأنه ما كشفتكم لكن لمحت، ومثل هذه القضايا صارت مكشوفة عند الناس. نلتقي بعد الفاصل مع الأستاذ عدنان السراج. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد الأستاذ عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية والمقرب من ائتلاف دولة القانون. أستاذ عدنان، أريد أبدي مع جنابك من قضية ملفتة للنظر في جلسة اليوم لمجلس النواب. هناك اعتراضات على اعتبار نينوى منطقة منكوبة، يعني شنو اللي يخلي شخص يعترض، نائب يعترض على أن نينوى منطقة منكوبة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديكم الكرام. مرحبا. يعني اليوم الواقع داخل مجلس النواب هو واقع يعكس المساحة الواسعة من الخلافات السياسية ومن التفسيرات السياسية للكثير من المفردات اللي مر بها البلد. لعلك تعلم أن مسألة نينوى وقضية الموصل قبل عمليات التحرير كان هناك عمليات شد وجذب سياسي واسع، كانت هناك أكثر من أطروحة تتعلق بمصير الموصل، كان هناك أسئلة متعددة ماذا بعد تحرير الموصل من داعش، طرحت أفكار الفيدرالية، طرحت أفكار المحافظة، طرحت أفكار تقسيمها إلى 8 محافظات، طرحت أفكار سرخ قسم منها وربطها بإقليم كردستان، وهكذا تنوعت الأطروحات واختلفت باتجاه أن يكون هناك طرح جديد خارج النطاقات أن تكون موصل ضمن السيادة العراقية. والتدخل التركي عمق هذه الخلافات وأصبح من يؤيد ومن يعارض، وبالتالي أصبح الواقع أمام الكتل السياسية التي أصلاً هي مختلفة على يعني تفسير ماذا بعد تحرير داعش، تحرير موصل من داعش، اختلفت في تفسير ماذا يمكن أن تدار العملية السياسية في تلك المناطق. أستاذ عدنان، احنا ما نتكلم عن عملية سياسية ولا نتكلم عن يعني اختلاف الكتل السياسية لمرحلة ما بعد داعش وتحديدا في الموصل، احنا نتكلم عن مدينة عراقية مهدمة منكوبة
ما تحت الأرض وما فوق الأرض هو عبارة عن خراب، شنو اللي يمنع أن تخصص لها وفق مفهوم المدينة المنكوبة يخصص لها مال إعادة الإعمار؟ يعني هذا هو الملفت للنظر. نعم هناك خلافات حول مستقبل نينوى، لكن هذا ما له علاقة بأن المدينة تبنى أو لا تبنى. لا هو هذا هالمقدمة لأنه العلاقة يعني واضحة جدا في مسائل تتعلق بما جرى اليوم داخل مجلس النواب أو اعتبار موصل منطقة منكوبة أو غير منكوبة، لأن بعض الذين تصدوا إلى هذا الملف بهذا العنوان كان لديهم تصور عام لن يعملوا للموصل من أجل إنقاذها أولا، ثانيا ما بعد التحرير لن يتحركوا على الجهات الإنسانية على أقل تقدير اللي هم منه أستاذ لن يتحركوا. يعني بعض الكتل التي كانت تنادي بأن أو بعض الأفراد أو بعض المجامع التي كانت تطرح مسألة أن تكون الموصل منكوبة، بعضهم نعم كان بنوايا حسنة ويريد فعلا أن يجعل من هذه القضية قضية متداولة محليا ودوليا ويمكن إعمار العراق من خلال هذه المحاولات السياسية أو المشاريع التي تطرح داخل مجلس النواب أو يخصص قسم من الميزانية. أستاذ عدنان إذا كان هناك بيخل تشريع داخل مجلس النواب. أستاذ عدنان شنو ولكن شنو علاقة الكتل السياسية، بس معذرة، شنو علاقة خلافات سياسية حول سين وصاد نجيفي غير النجيفي عن موضوع أن المدينة مدمرة تحتاج إلى تخصيصات مالية لإعادة بنائها وهناك حكومة محلية وهناك مجلس محلي يمثل المحافظة، ما له علاقة يعني بموضوع الخلافات السياسية؟ هي الخلافات السياسية تؤثر على الإنجازات، تؤثر على العمل، الاتفاق في العمل، يعني بمعنى استخدام مظلومية الموصل وخرابها و تعميرها وأسلوب الناس اللي فيها وما حصل فيها بعناوين سياسية هو التخوف من هنا، الاعتراضات من هذا الجانب وليس اعتراضات على أصل الموضوع. أصل الموضوع العراق فاتح كل دول العالم حتى قبل أن تكون الموصل يعني مدينة مدمرة وكذا أن تكون هناك صندوق إعمار لهذه المدن، ليس الموصل فحسب، حتى الأنبار وتكريت وبقية المناطق التي حصلت فيها أحداث في تلك المناطق. العراق طرح مشروع كبير، مشروع إعادة الإعمار، وفي مؤتمر باريس الثاني يعني هل من المنطقي هذا القرار، هل من المنطقي أستاذ عدنان أن أبناء نينوى يدفعون ثمن خلافات سياسية وتبقى مدينتهم مدمرة؟ هذا الكلام منطقي يصير؟ لا 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 لا، هذا الكلام لا يستغل هذا الموضوع لقضايا خلافية. أيضا إعمار نينوى تحصيل حاصل وإعمار الموصل تحصيل حاصل وإعادة الاستقرار إلى نينوى هو هم كل الكتل السياسية وحتى الحكومة وحتى الدولة العراقية. إذا لن يتم إعمارها وإعادة النازحين وتوجيههم بشكل صحيح لن يكون هناك استقرارا سياسيا ويمكن أن يعود داعش بأي صورة من الصور. لذلك هذا مفهوم وهذا يتعاون الجميع عليه. لذلك أقول احنا نستغرب مسألة إعمار يعني الموصل وإغاثتها هاي مسألة تحصيل حاصل. يعني نستغرب يعني حسن الشمري يقول اعتبار نينوى منطقة منكوبة قضية سياسية، بينما حنين القدو يقول لك لا احنا مو نينوى احنا فقط سهل نينوى. يعني لماذا هذه الانتقائية في التعامل مع الموضوع الذي يوصل رسائل للرأي العام بأن الموضوع طائفي بحت ليس له علاقة بقضية سياسية وخلافات سياسية؟ شوف أخي العزيز، اليوم أن تعلن نينوى أو تعلن موصل مدينة منكوبة أخذ النتائج، ماذا بعد هذا القرار؟ كيف يمكن أن نتعامل مع الموصل منكوبة؟ يعني ما هي الامتيازات التي سيحصلها للموصل في حالة إذا أعلناها منكوبة أو غير منكوبة؟ هي نفس النتائج نفس الأسلوب، لا لا يزيد شيء ولا يقل شيء. اليوم ما يخصص لا أكو إلى أعمال الموصل هي ذاتها زيادة. وبالتالي أجل أن مثل هكذا التصريحات، إعلان منطقة منكوبة أموال زيادة تخصيصات خارج التخصيصات الطبيعية للمحافظات ضمن موازنة تنمية الأقاليم والمحافظات، لا موضوع المنطقة المنكوبة يختلف. يعني مثل ما أعلننا مثلا حلبشة منكوبة هذا لا يفعل شيء، إلى سياقات خاصة. أنا أعرف الميزانية، شوف سيد العزيز، أنا أعرف الميزانية وأعرف ميزانية 17 وأعرف ميزانية إلى سنة 21 كيف سيكون العراق مع واقعنا الذي نعيشه ومع أسعار النفط. وبالتالي أعتقد اليوم إذا أعلناها منكوبة أو غير منكوبة هي القضية ستكون بنفس الحجم بنفس الإصرار. إذا الدولة تريد أن تعمر نينوى أو لا تريد هو نفس الطريقة، ولكن عندما تعلن مثل هكذا أمور وتدرج بعناوين سياسية تمهيدا لتقسيمها إلى محافظات هنا التخوف. طبعا أنا لست مع هذا الرأي بالمناسبة، أنا أطرح لك آراء الذين يتبنون هذا الموقف. وبالتالي أجد اليوم أي تصور سياسي لأي قضية إنسانية بالتأكيد سيغلب على الجانب الإنساني الشيء الكثير وتلغى الجانب الإنساني وتبدأ الصراعات السياسية. إعلان منطقة ما منكوبة
سيعني أن هناك بعد دولي في الموضوع وأن هناك انعقاد لمجلس الأمن فقط. حول هذا الموضوع هناك يعني هذا مو سهل يا أستاذ عدنان، هذا يترتب عليه استحقاقات، يترتب عليه عزيز. يترتب عليه قضايا كثيرة تتعلق بالبعد الأممي في التعامل مع هذه القضايا. لا المشروع هو قرار تشريعي عراقي في بنودي، ليس هناك أي بند بعرض القضية على العالم وعلى الأمم المتحدة. طيب. إنما الدولة من واجبها وهي عرضت، السيد العبادي عرض ذلك على دول العالم، على الدول المانحة، في مؤتمر باريس، في نيويورك، عرض في خطبته المشهورة على إعمار العراق، وبالتالي حتى الآن مع القيادة الأمريكية ومع القيادات الأخرى يتكلم عن إعمار العراق ما بعد داعش، لأنه عامل من عوامل استقرار المنطقة أن تعمر تلك المناطق، وإلا سيكون هناك أيضا نوع من الفشل، نوع من فقدان الهوية، نوع من الإحباط اللي يصيب المواطنين يعني أصلا الآن. المواطنون محبطون، ولذلك يحتاج إلى طبيعة من الاستقرار. يعني هو إحنا إعلان منطقة منكوبة من عدم صارت عليه قضية سياسية، ويعني صنف الموضوع بهذه الطريقة، فما بالك أن يكون الموضوع له صندوق خاص وتمويل خاص، يعني راح تسمع أصوات ربما أكثر تطرفا من الأصوات التي سمعناها. أستاذ عدنان، في الموضوع السياسي والحديث عن حوارات تشكيل التحالفات، هذا الموضوع الآن متابع من قبل الرأي العام، هل فعلا هناك نية طبعا تسبقها حوارات معمقة لتشكيل تحالف يشكل الأغلبية السياسية، المشروع المنشود لائتلاف دولة القانون والسيد المالكي، من خلال حوارات السيد المالكي مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، أين وصلت هذه الحوارات أستاذ عدنان؟ يعني خلي يكون واضحين جدا، المؤشرات لبروز أو تكوين كتلة عابرة للطائفية، عابرة لهذه الأمور، لا ليس هناك أي مؤشر واضح، وبالتالي أعتقد ما يجري في الساحة السياسية هو مجرد إعلانات، وهذه الإعلانات لا ترتقي إلى مستوى الفعل الحقيقي. هاي من جهة. من جهة ثانية هناك تخوف واضح، وهناك لكن هذه حركة الحوارات داخل حقيقية السياسية. أستاذ عدنان، الحوارات نعم هذه حقيقية ولكنها لن تفضي إلى شيء، ليس فيها مشروع، ليس فيها برنامج، ليس لها منهج. المشروع موجود، وبالتالي المشروع لا يمكن أن تعتمد عليها. أستاذ عدنان، المشروع موجود، المشروع هو مشروع الأغلبية السياسية. إذا كنت تقول مشروع، لا المشروع لا موجود، هذا غير موضوع، هذا موضوع آخر. ما يخالف، لا موضوع الأغلبية السياسية هذا موضوع آخر. عدنان هو هدف سياسي، لا هدف سياسي معقول وبالإمكان أن نصل له. بس دقيقة يا أستاذ عدنان، يعني بس دقيقة، اعطني مجال يعني الحوارات السياسية بالإمكان أن تفضي إلى اتفاق أننا بعد الانتخابات نشكل أغلبية سياسية، وعلى هذا الأساس خل نتحاور. شو على أي أساس؟ على أي أساس؟ على أي اتفاق؟ يعني أي اتفاق يمكن، أي شروط، أي بنود، أي يعني هدف، قضايا، عوامل معينة، يعني هي إذا الحد. شوف أنا مطلع على المسألة بشكل واضح عزيزي. اليوم أنا أقول لك بشكل تالي، مسألة الأغلبية السياسية تختلف عن المشاريع لتشكيل كتل، كما جاء سؤالك، تشكيل كتلة عابرة وتشكيل كتل من الجهات المختلفة. نعم هناك كلام، هناك حديث، هناك لقاءات عديدة، هناك تصورات معينة، هناك آراء معينة. نعم أنا أعرف الكثير من هذه اللقاءات بين سليم جبوري، بين العبادي، بين المالكي، بين محمود البشهداني، بين أفراد آخرين، حتى بين الأكراد. لن يكون هناك مشروعا يطرح أو مسودة مشروع تطرح أو كتلة جديدة باسم معين لن تطرح لهذه الدقيقة بأي صورة من الصور. أما مسألة الأغلبية السياسية فهذا موضوع آخر، طرحته دولة القانون، وسابقا كما تعلم هو كان أصلا الكتل السياسية السنية هي التي طرحت مفهوم الكتلة الأكبر في ذاك الوقت، وعندها تغيرت الظروف، تغيرت قضية الأقلمة وقضية الأقاليم، تتغير الظروف. الآن نتكلم عن هذه الجبهة، أعتقد اليوم الكتل السياسية تطرح هذا المشروع لأنها لن تتوصل نتيجة، وتعلم أن وجودها أيضا داخل العملية السياسية بالانتخابات قد يصاب بخيبة أمل أو قد يصاب بعملية نكوز جديدة. أسألك سؤال في سياق تعريف الأغلبية السياسية، هل تعني الأغلبية السياسية أغلبية شيعية أو أغلبية سنية أو أغلبية كردية، أم هي يعني بعيد عن سياق وهذا اللي أوصل له، اللي هو بعيد عن سياق التوافقات، كتلة سياسية حققت نتائج في الانتخابات، شكلت الحكومة وتدير شؤون الحكومة، والكتل الأخرى تجلس في المعارضة. إحنا هذا اللي نفهمه بالأغلبية السياسية، مو تمام؟
هذا كلام سلام، هذا كلام سليم. اليوم ممتاز. أنا أقول لك بالشكل التالي، أنا ما أؤمن به، ما أؤمن به وأسمع من الكتل اليوم أي تفكير بأن يكون الشيعي هو الأكثرية والسني هو الأقلية والكردي الأقلية أو السني الأكثرية، هذا مفهوم خاطئ. ممتاز. لسبب واحد، هذا الكلام لا يمكن أن تمرر لا يمكن أن تمرر أي مشروع يا أخي العزيز، اسمح لي، بس اسمح لي، لا يمكن أن تمرر أي مشروع أن تتنفس بهذه الطريقة، لأنه سيخلق ردود فعل معاكسة وسلبية. بالتالي عندما تطرح مشروع العمل السياسي لا تفكر شيعي سني أو كردي، تفكر بالواقع السياسي، إيش قد عندك كم سياسي، إيش قد عندك إمكانيات سياسية، لا تسأل عن مذهبه عن دينه عن وضعه عن قوميته، إنما أسأل عن وضعه كوطني كإنسان. أكو أطراف في داخل التحالف الشيعي تقشى فكرة الأغلبية السياسية، يعني لذلك لا يوجد هناك اتفاق في رؤية المكون الشيعي على فكرة الأغلبية السياسية سوى من يتبناها ائتلاف دولة القانون. راح أرجع إلى مفهوم الأغلبية السياسية اللي هي عبارة عن مو أغلبية طائفية بقدر ما هي أغلبية جهات تتفق على برنامج سياسي واحد وأخرى تجلس في سياق المعارضة. ألا يتيح تفاهم ما بين الجبوري والمالكي وعلاوي لتشكيل مثل هذه الأغلبية؟ خلي أقول لك بصراحة وأقول لك بكل صراحة، أنا عشت هذه التجربة. ما تفضل به لو تقلبه بالعكس هو الصحيح. اليوم إذا كنا نتكلم، خلينا نحكي بطريقة براغماتية شوية قريبة للوقاية، الشيعة هم بالتأكيد أكثرية داخل مجلس النواب، أكثرية في الحكومة، أكثرية بعدد النفوس، هذا بشكل عام. ولكن من الذي طرح هذه المسألة، مسألة الأكثرية، حتى يمنع الشيعة أن يكون له وجود بداخل الأكثرية؟ أغلبية النفوس هو محسومة لأنه ما عندي تعداد أستاذ عدنان. شوف أغلبية النفوس لا 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 ما عندي تعداد. مو سنت احنا نحكي، لا انا ما اريد، انا ما اريد ادخل بهذا الموضوع. لا لا انا ما اريد ادخل 212 عندك، ما اريد ادخل، لا انا ما اريد ادخل بهذا الموضوع استاذ عدنان، ما اريد ندخل بهذا الموضوع لانه جدليته كبيره جدا. خلينا بالموضوع السياسي، خلينا بالموضوع السياسي رجاء. انا لك الفكره بالشكل التالي، انا خلي احكي لك الفكره التالي اخي العزيز. اليوم الاكثريه الشيعيه موجوده بالعامل السياسي شئنا ما بينا، لذلك انا اعتقد اليوم ماكو داعي هم يطرحون مساله الاغلبيه، هم موجودين كاغلبيه. اقول الطرف الاخر اللي يعادي هذه النظريه يسوق النظريه الطائفيه، لا تسوق القضيه الطائفيه، تخب سوق القضيه السياسيه. راح نسولف الاشياء نسولف عمليا استاذ عدنان، نسولف عمليا نسولف عمليا ما ممكن يقبل التيار الصدري باغلبيه سياسيه بزعامه نور المالكي، ما ممكن. لا لا انا يعني احكيك اياها اليوم، تيار صدري غير تيار صدري، احنا نحكي بالعنوان العام. لا 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 دا اعطيك مثال، دا اعطيك مثال حتى اضرب لك، حتى اقرب لك الصوره الى كل الجمهور يا استاذ عدنان، حتى اقرب لك، اقرب لك التصور. الله يخليك، دا اقول لك ما ممكن القبول باغلبيه، اي ما ممكن القبول باغلبيه سياسيه يزعمها نور المالكي ويقبلوها التيار الصدري، حتى المجلس الاعلى يخاف من اغلبيه سياسيه زعمت نور المالكي. اريد اقول لك شغله، هذا كلام مو صحيح مع احترامي لرأيك. تدري ليش؟ لأنه التحالف الوطني عندما يجتمع داخل مجلس النواب في تقرير مصير رئيس الوزراء، الكل تتحالف وتتفق على رئيس الوزراء. نور المالكي التيار الصدري مرتين هو رشحها، والعبادي التيار الصدري هو رشحها، هو من حزب الدعوة ومن دولة القانون. هذا كلام، هذا الكلام قبل حكومة 2014 أستاذ عدنان، هذا الكلام قبل حكومة 2014. اليوم تغيرت هواية معادلة، اليوم لا تيار صدري، لا تيار صدري ولا دولة القانون ولا هم يحزنون عندما يشتركون في عملية سياسية لانتخاب رئيس الوزراء، يتفقون، ماكو واحد يختلف عن واحد. نعم قد عندهم اعتراضات على النور المالكي على أفراد، ولكن كواقع حال هاي الكتلة الأكبر تتفق لأنه تمشي رئيس الوزراء من خلالها. هذا اللي يصير واللي صار واللي يحتمل أن يصير. أما أن نقول والله الأغلبية السياسية الشيعية ولأنه يصير أغلبية سنية أقلية سنية، هذا الكلام لا يمكن أن أنا وين أريد أوصل أنا وين أريد أوصل بس إذا تسمح لي، أنا وين أريد أوصل، أريد أوصل بأنه فكرة الأغلبية السياسية تتحقق عمليا بالمليم لما يصير حوار وتقارب سياسي وانتخامي ما بين المالكي والجبوري وعلاوي عمليا. هذا الموجود، هذا السياسي الموجود. ولكن إذا قررنا قضية ثانية، إذا قدرنا أيضا نصعد ناس ما لهم دخل لا بهذه المواضيع ويكون لهم وجود حقيقي بداخل مجتمعاتهم سواء كان سني أو شيعي أو كردي، وتحالفوا ضمن قائمة جديدة أو عمل جديد لدعم أي مسؤول من المسؤولين، هذا أعتقد سيكون هناك تشكيل كتلة تستطيع أن تتكلم بلغة الأكثرية إذا كان عندهم العدد الأكبر. هذا اللي يمكن أن يحصل. ولكن كيف يمكن أن نسلخ أياد علاوي من نور المالكي من سليم الجمهوري حتى يشكلون كتلة بيناتهم؟ ما أعتقد راح يسوون شيء، راح يرجع نفس القالب السياسي. هذا يجب كتلة وذاك يجب كتلة، وهذا يجب كتلة. أكبر هدف تحقق،
أكبر هدف تحقق مثل ما يصرح السيد موفق الربيعي. السيد موفق الربيعي صانع قرار في حزب الدعوة وصانع قرار كبير جدا في ائتلاف دولة القانون، يقول لك حكومة أغلبية سياسية تتشكل للمكونات الثلاث، ها، والبقية يقعدون في المعارضة، وبالتالي وجود سليم الجبوري مع دكتور اياد علاوي يحقق هذه النظرية، يعني يخليها في جانبها العملي. أضف إلى ذلك هناك مؤشرات أخرى أستاذ عدنان رجحت عند الرأي العام مثل هذه الفرضية، تتعلق مثلا بموضوع الاستجوابات والتوافقات السياسية حول موضوع الاستجوابات، بقاء سليم الجبوري رئيس مجلس النواب في منصبه في سلسلة الإقالات وهجمة الإقالات اللي صارت، يعني الموضوع بتوافقات سياسية استعدادا لمرحلة مقبلة. لا أعتقد ذلك. أولا موافق الرباعي ليس من حزب الدعوة، على العكس، عفوا من دولة القانون لا يقبل أو لا يرتاح ولا لدولة القانون، ليس تأثيره واضح على دولة القانون. أنا عضو ائتلاف دولة القانون وأعرف موافق الرباعي وتأثيراته. مهم لديه هو توجهات سياسية معينة، موافق الرباعي لما يطلع يتكلم أستاذ عدنان، يعني ما معقولة تقلل من قيمته يعني السياسية وحضوره، هو مستشار أمن قومي سابق وإلى كلمة عند المالكي، يعني ليش تقلل من قيمته؟ لا هو سياسي وفاعل سياسي كبير جدا. أنا أتكلم لك كمنطق، أنا بالنسبة لي رجل تربطي بعلاقة جيدة، ولكن أنا أقول لك تأثيرات، سألتي عن التأثيرات جاوبتك عن التأثيرات حتى لا أكون بعيد عن الواقع. بالنسبة لما تكلمت به عن تحالفات بهذا الشكل واللي طرحها موفق السيد رفق الرباعي، هذا رأيي الشخصي، ولكن أنا أقول لك من الآن هذا الرأي مرفوض ولا يمكن أن يتفذ في العراق في هذا الوقت بهذا الوضع، لا يمكن جيد. بهذه التحالفات لا يمكن لسبب واحد، لأنه لا الآن سليم الجبوري قادر على أن يكون تصور سني في مسائل تتعلق باتحاد القوى العراقية أو السنة الجدد، السياسيين الجدد، أو نتيجة الأحداث اللي حصلت، من سيكون، من المؤثرين، المشروع العربي، غيرها، أمور يعني تتفاعل، وكذلك بالتحالف الوطني وكذلك بالتحالف الكردستاني. فذلك أنا أسوي اليوم تعيين أشخاص وتمثيلهم لكتلة عابرة ولكتلة قوية تشكل الأكثرية، أولا لا يمكن جمع هؤلاء لأن هؤلاء لا يملكون القوة في المستقبل القريب، وبالنسبة للشغل الثاني لا يمكن أن يشكلوا قوة كبيرة في نفس الوقت تستطيع أن تكتسح الكتل الأخرى والسيطرة على مجلس النواب وتشكل الحكومه الاكثريه وتبقى البقيه في طيب المعارضه. هذا فيما يتعلق بهذه الجهه، هذا جو حالم انا في تقديري. ممتاز، هذا التصور مهم، لانه احنا نريد حقيقه، انا مدى انقل وجهه نظري الشخصيه استاذ عدنان، هذه عباره عن حوارات في جروبات السياسيين وراي بدا ينبني عند الراي العام، يعني عند المواطنين. طيب، ما ممكن حصول تقارب بين هؤلاء الثلاث، وهذه قضيه حالمه، لكن اكو اسس ومبادئ ومشتركات لتحالف العبادي مع الصدر مع الحكيم، هذا انت ما تقدر تنكره باعتبار بان هناك يعني قالب سياسي بالامكان ان يجمع هؤلاء الثلاث. لا اعتقد ذلك ايضا، الحكيم الان في وضع يختلف عن الصدر، يعني لا اعتقد سيكون هناك تقارب بين الحكيم والصدر على المدى المنظور القريب على اقل تقدير. حتى على مستوى الانتخابات القادمة دعم العبادي يجمعهم، الشرخ الذي أستاذ عدنان دعم العبادي يجمعهم، العبادي لا العبادي لا يستطيع أن يتخلى عن رأس ماله السياسي وهو حزب الدعوة. أقول لك بصراحة لا يستطيع أن يتخلى عن رأس ماله السياسي عن حزب الدعوة، وبالتالي لا يستطيع حزب الدعوة بالطريقة التي تفسر بهذه الطريقة. التحالف الوطني يعيش حالة، هذه الحالة تكاد تكون أقرب إلى التفتت من التوحد. أقول لك بصراحة اليوم التحالف الوطني في مسائل تتعلق بالتسوية، في مسائل تتعلق بالتحالفات، في مسائل تتعلق بالنظرة إلى مستقبل العراق، ليس هناك وحدة موضوع لا في التحالف الوطني ولا باتحاد القوى ولا حتى في مسألة التحالف الكردستاني، وخصوصا البارحة كان موجود أول البارحة كان ويانا الدكتور محمود المشهداني، يقول لك احنا كسنة كملنا ورقة التسوية، كل القيادات وقعت عليها، صحيح، وصارت عندهم وحدة موضوع في صحيح في موضوع التسوية، لكن ننتظر التحالف الشيعي يقدم وحدة الموضوع على موضوع التسوية، عسى ولعل تمشي، لأنه واحدة من آليات الحلول للأزمة العراقية. طبعا السيد محمود المشهداني من الرجال الإيجابيين في التفكير، وأعتقد ما سرب من هذه الوثيقة كان عكس المطلوب، بالعكس، يعني هو الرجل أعتقد كانت وثيقة التسوية أو بسودة التسوية السنية كان فيها أمور إيجابية، ولكن ما طرح
من خلال التسريبات كانت فيها مؤشرات سلبية تستفز الجانب الشيعي. أعتقد اليوم السيد محمود المشهداني في طرحه لمفهوم التسوية يعني تقديم التساهلات وتقديم التنازلات وتقديم التوافقات، أي بمعنى يطلب من الطرف الآخر تقديم تنازلات مقابل تنازلات، ويكون هناك نوع من التقارب بين الطرفين. ولكن هذه التنازلات عند الطرفين الشيعي والسني في هذا الوقت غير ممكنة. هناك بعض المؤشرات، مثلا خلينا ناخذ قانون الحج الشعبي، هذا لا يمكن المساومة عليه بالأطراف الشيعية، أما بالأطراف السنية فقد يكاد يكون لديهم خط أحمر على هذه المسألة. كذلك مسألة أربع إرهاب، كذلك مسألة، يعني أكو أمور قد تكاد تكون يعني يحتاجها إلى طبيعة الأقاليم، طبعا من الأمور الخلافية الشديدة وليس من الأمور يعني شديدة جدا حتى بداخل اتحاد القوى. أنا من أقول لك مؤشرات غير موجودة، أنا مو معنى ما أريد أنه يصير في نظرتي أو في تحليلي أو في مراقبتي للوضع، مو ما أريد أنه يكون فتشيني مثل ما تتفضل أو يتفضل محمود المشهداني، إنما خلي أقرأ الوقائع وأشوفها إذا أكو ما يساعد على النظرية التي تقول فعلا اجتزنا هذه المرحلة وبدأنا نتفاهم كحضاريين كمتمدنين كعراقيين، نستطيع أن نتخلى عن بعض عقدنا. أقول لك صحيح صار أكو طيب تطور معي، ما أشاهد خلينا الآن هذا التطور. إذن بعد هذا التفكيك أستاذ عدنان، جنابك يعني فككت باستفاضة المعادلة الأولى المتعلقة بالسيد المالكي وعلاوي والجبوري، وأيضا فككت معادلة ثلاثي العبادي الحكيم الصدر. المشهد بعد هذا الاستقراء لتفكيك المعادلة، فسر لي المشهد لإعادة تركيب هذه المعادلة للمرحلة المقبلة. صحيح، هذا كلام سليم. أنا أعتقد وهذا اللي أنا أتصور راح يحصل، راح يحصل تطور دراماتيكي. هذا التطور الدراماتيكي يمكن راح نقيسه في مسائل تتعلق بانتخابات مجالس المحافظات. هناك عدم استعداد للرؤى القديمة لمجالس المحافظات، وهذا راح يمثل بداية حقيقية لحالة تكوين يعني أسلوب جديد سياسي، تصور سياسي، اصطفافات سياسية ممكن من خلالها نقيس حجم وقوة هؤلاء في العملية السياسية. يعني هل فعلا يمكن أن نصوغ عراق جديد نسميه عراق ما بعد داعش، مثل ما يعني صيغة عراق ما بعد 2003؟ هل بالإمكان أن المرحلة المقبلة وفق هذه الاصطفافات والمعطيات الجديدة وجاية ترامب يعني ممكن تفرز لنا عراق جديد مع ما بعد داعش يختلف تماما عن عراق ما بعد 2003؟ لا، صعب بهاي 4 سنوات القادمة. ممكن تغيير يصير نسبي بنسبة 5% 8% أقل من 5%، يعني تغيير نسبي، ولكن تغيير يبدأ بحقيقة بجديد بما بعد هذه الانتخابات. يعني هاي 4 سنين القادمة لا يمكن نغير شيء، بصعوبة نغير شيء باتجاه أن يكون لدينا عراق غير العراق الذي يعيش الآن. نعم، قد يكون هناك عمائل ترقية، تشكيلات معينة، وقد يكون هناك أيضا تدخل في الشأن العراقي. يعني الأمريكان أيضا لديهم تصورات، ترامب سياسة تختلف عن سياسة أوباما، هو يرى الكثير من الأمور التي من خلالها قد يطرح شيء جديد. وقال رئيس الوزراء نحن ننتظر ماذا يقول ترامب ونبني سياستنا على أساس هذه التصريحات أو هذه المعاملات أو هذه التصرفات. أتصور اليوم إذا كنا نعول أنه هذه الانتخابات ستغير شيء جديد ويمكن أن نبني على شيء جديد، أنا في تقديري لا أتصور. الأستاذ عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية المقرب من ائتلاف دولة القانون، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في ساعة حدث، وأيضا على صبرك في الحوار المجدود، لأنه الحالة العراقية تتطلب الصبر حتى نوصل إلى رؤية تخدم الرأي العام. شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان. مشاهدينا الكرام، يعني سمعنا من الأستاذ عدنان الكثير من التحليلات والقضايا التي تحتاج إلى وقفة. ما يسرب في الأوساط السياسية حول موضوع التحالف صح ما يتفق وياه الأستاذ عدنان، لكن هي حوارات موجودة. وأيضا ثلاثي العبادي الصدر الحكيم، أيضا هذه الحوارات موجودة. يعني قد لا تكون هناك وحدة موضوع ما بين يعني هذين الفريقين، ولكن هناك وحدة هدف وبوضوح. وحدة الهدف هي خوف عودة المالكي لرئاسة الحكومة عن طرف ثلاثي العباد الحكيم الصدر، والآخر يحاول أن يصوغ المشهد.
التطور المهم أيضا ما تكلم به الدكتور محمود مشداني أول أمس حين قال بأن تحالف القوى أو المكون السني كتب ورقة تسوية برؤيته، وجيد أن المكون السني يتفق على شيء بعد كل هذه السنوات. نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم.